بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ قراءة كتاب شيق وجميل جدا معنون باسم الثقة والاعتزاز بالنفس لكاتب مصري مهم هو الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله، وهو كتاب يعني ينتمي إلى قسم أو فئة التنمية البشرية. نبدأ قراءة الكتاب على بركة الله. عنوان إنني إنسان، ولعلها تكون المقدمة. نبدأ ونقول إن البداية هي أن تعترف بأن لكل منا الحق في احترام الآخرين، فقط بسبب وجودنا، فقط لأننا بشر بصرف النظر عن أي أسباب أخرى. لسنا مضطرين لأن نقبل رغبات الآخرين وما يفضلونه. يجب أن يختار كل فرد بنفسه ما يريده دون أن يبدي أي شرح أو تبرير للآخرين. إن عبارة إنني إنسان تنطوي على جزئية نفسية دقيقة، فالعقل سيقبل كل ما نخبره به إذا كررنا هذه العبارة بشكل كاف. ليس الموضوع هنا في أن ما تقوله صواب أو خطأ أو إيجابي أو سلبي، فإذا كررنا هذه الكلمات بشكل كاف سنؤمن بها في النهاية. ساعد هذا الأسلوب الأفراد على أن يقابلوا المشاعر السلبية بعبارات إيجابية، وعادة ما تطلق على هذا الأسلوب تسمية محاورة الذات. إذا نظرت إلى صورتك في المرآة كل يوم لمدة 30 يوما، وكررت بصوت عالي 50 مرة باقتناع أنا بائع ماهر أو سأكون الأول في هذه الدورة، فسوف يقبل عقلك ما تقوله كما لو كان حقيقة واقعة، وسوف تزداد ثقتك بنفسك وتشتد رغبتك في أداء الأمور التي تعد لازمة للنجاح، مثل تحديد العملاء المرتقبين أو المواظبة أو ثقل عرضك التقديمي أو إجراء الاتصالات بالعملاء أو المواظبة على حضور جميع الفصول التعليمية وما إلى ذلك. إن إقناع نفسك بقدراتك يعد أول خطوة هامة لبلوغ أي هدف. عنوان أسباب التقدير المتدني للذات. يقول الخبراء إن أهم عنصر يجعل الأطفال يكتسبون إحساسا بتقدير الذات هو على الأرجح أن يقدرهم الآخرون لما لديهم من سمات فريدة للشخصية وعقل وذكاء ومواهب. فلا يوجد اثنان متشابهان، لذلك يجب أن نتعلم من البداية أن نقيس أداءنا وفقا لقدراتنا لا وفقا لقدرات زملائنا أو أقاربنا. إذا كنت طفلا وكان والداك مثاليين فإنك قد تعلم ذلك بالفعل. أما إذا كانت لديهما نقاط ضعف وزلات عادية فإنك مثلنا جميعا على الأرجح قد تربيت بصورة تجعلك غير مثالي ومليء بالشكوك الذاتية والمخاوف التي تزعجنا جميعا. إن الإحساس من وقت لآخر بالخوف أو بعدم الكفاية يعد جزءا معتادا من الحياة، جزءا ينبغي التعامل معه والتغلب عليه. ينشأ معظم شعورنا بقلة تقدير الذات الضعيف من تجارب الماضي المؤلمة، عندما كان أي فرد مهم في حياتنا مثل الوالدين أو المعلم أو الرئيس أو أي شخص مؤثر آخر يجعلنا نشعر بعدم الكفاية. كنا نبدأ بالشك في أنفسنا، كلما امتد هذا النقد استمر الشك إلى أن نشك بقدراتنا على القيام بأي شيء على وجه صحيح. لقد استسلمنا لرأي الآخرين بأننا غير أكفاء وأهملنا الحقائق في الموقف.
تمر بعض المجموعات بأوقات عصيبة جدا، فما زالت النساء والأمريكيون السود وبعض الأقليات الأخرى تواجه انطباعات سلبية عن نوعها أو عرقها، بالرغم من حقيقة أنهم ليس لديهم ما يفعلونه حيال الآراء المشوهة لهؤلاء الذين يؤكدون على نزعاتهم الظالمة والقاسية. تحمل النساء أيضا أعباء المواقف الاجتماعية التي تربط القيمة بالمظهر. ذكرت ساندرا هابر، الطبيبة النفسانية في مدينة نيويورك والمتخصصة في علاج اضطرابات العادات السلوكية في الأكل، في عدد شهر أغسطس 1991 من مجلة كوزموبوليتيان، إنه ربما يرجع الكثير من أهم الاختلافات الشائعة المستمرة في الطريقة التي ترى النساء بها أنفسهن إلى ما يشعرن به عن مظهرهن. قالت أيضا إن المظهر يعبر عن الشخص بأكمله، ما نراه في المرأة يعبر عن الأدوار التي نقوم بها في حياتنا، إننا في واقع الأمر نستخدم الصورة الذاتية كمرادف لتقدير الذات. يميل كل البشر إلى التأثر ذاتيا بتجارب الفشل، وغالبا ما يعطونها اهتماما أكثر مما تستحقه، لأن أي تجربة فاشلة تترك في الذاكرة أثرا لا يمحى، فإننا نسمح لها بأن تؤثر على حاضرنا ومستقبلنا أكثر مما ينبغي. بغض النظر عن حجم هذا الفشل، فإن أي هزيمة تعد مؤقتة إذا لم نجعلها دائمة. إذا تعلمنا من التجربة فقد قمنا بخطوة صغيرة نحو النجاح في المستقبل، حيث لن نكرر هذا الخطأ ثانية. إذا نظرت بعمق إلى حياة الناجحين فسوف تكتشف أنها تمتلئ بتجارب الفشل المثيرة. سنجد مثلا أن إبراهام لينكولن قد فشل كأمين مستودع وكجندي وكمحامي، ومع ذلك ساعدته كل هذه التجارب على نحو خاص في أن يقود الولايات المتحدة في أسوأ أزماتها، وهي الحرب الأهلية. لقد أصبح لينكولن واحدا من أعظم رؤساء أمريكا، وذلك لتعاطفه الشديد مع الآخرين نتيجة الصعوبات التي واجهته في حياته. قبل أن تصبح شركة فيدرال إكسبريس من ألمع شركات النقل الجوي، نجد أن مؤسسها فريد سميث قد عانى كثيرا من أزمات خطيرة، فقد كانت الشركة على حافة الإفلاس لسنوات، وتمت مقاضاة سميث شخصيا بتهمة التدليس وقادته أسرته أيضا. مع ذلك تحلى سميث بالمصابرة والإصرار، وفي 1990 أصبحت شركة فيدرال إكسبريس أول شركة خدمية تفوز بجائزة مالكولم بالدريدج القيمة، وهي أسمى تقدير للجودة في الدولة. عنوان نقطة البداية لتحسين تقدير الذات. بغض النظر عن تجاربك السابقة، فلدينا خبر سعيد، لن يفوت الأوان أبدا حتى تتعلم وتغير رأيك في نفسك وقدراتك. أول خطوة للإصلاح الذاتي هو التقييم الذاتي. تبدأ هذه العملية بتقييم صادق لنقاط ضعفك وقوتك ورغبة جادة في التغيير للأفضل. من المهم أن تعلم من البداية أنه توجد جوانب عديدة لشخصيتنا تسهم في تقديرنا لذواتنا. يتحدث أديل شيل، المتخصص في تخطيط المسار الوظيفي في نيويورك ومستشار الإدارة والمحاضر، عن هذا الموضوع في إحدى المقالات بمجلة Working Woman. من أكبر الأخطاء التي ما زالت عالقة بأذهاننا أنه يوجد ما يسمى بالذات الحقيقية الثابتة، ولكننا نتصرف بشكل مختلف عند اختلاف الظروف. إننا نقوم دائما بتعديل سلوكنا ليتناسب مع الموقف. فكر في هذا الأمر، إننا نتكلم مع والدينا بشكل يختلف عن أطفالنا أو زملائنا أو رؤسائنا. إن كياننا الحقيقي يضم مجموعة من الذوات، بعضها أكثر خبرة وأفضل مظهرا،
وإذا نظرنا في أنفسنا بهذه الطريقة فستكون هناك فرص أكثر للتغيير بدلا من أن نلزم أنفسنا بذات واحدة مزعومة نلاقي شتى أنواع العذاب كي ننسجم معها. لكي تغير أي شيء فيك لابد أن تقبل هذه الحقيقة، توجد أشياء يمكن أن تسيطر عليها وأخرى لا يمكنك أن تسيطر عليها. يرجع ضعف تقدير الذات إلى التأثير التراكمي للطريقة التي يتعامل معك بها والداك أو أصدقائك أو أقاربك أو زوجتك أو أي إنسان آخر يمثل قيمة كبيرة لك، أو أي حل المشكلة، أي أن حل المشكلة يكمن في الماضي. لا يمكن أن تغير الماضي، ولكن يمكنك أن تغير الطريقة التي يؤثر بها عليك. يجب أن تترك الماضي خلف ظهرك. اعلم جيدا أننا لا نستطيع أن نتحكم في الآخرين أو الطريقة التي يتعاملون بها معنا، ولكن نستطيع أن نتحكم في رد فعلنا اتجاههم. لا يمكن لأحد أن يغضبك أو يضايقك، كما لا يمكن لأحد أن يشعرك بعدم الأهمية أو الدونية إلا إذا سمحت له بذلك وساعدته عليه. يستحيل ببساطة أن يؤثر أي إنسان على أي من آرائك أو مشاعرك أو عواطفك ما لم تسمح له بذلك. خذ على نفسك عهدا بأنك لن تسمح لأحد بعد الآن أن يتكلم في حياتك أو في رد فعلك اتجاهه أو اتجاه الأحداث التي يفتعلها. امسك بزمام الأمور، اعلم أنك وحدك تختار الطريقة التي تمارس بها حياتك. لا تتطلب هذه الأمور تغييرا جوهريا في شخصيتك، وإنما تحتاج فقط إلى التزام تام بأن تلقي الماضي وراء ظهرك وأن تنسى المرات التي عاملك فيها الآخرون بشكل سيء أو آذوك، أو تفكر في إمكانيات المستقبل وأن تفكر في إمكانيات المستقبل لا في تجارب الماضي الفاشلة. استخدم اختبار التقييم الذاتي التالي كدليل تقيس عليه مدى تقدمك في المستقبل. أجب على كل هذه الأسئلة بكل أمانة وموضوعية بقدر الإمكان، تماما كما لو كنت تقيم شخصا آخر. عنوان اختبار لتقييم الذات: ماذا سيحدث إذا لم أغير أي شيء؟ ألف العمل والمستقبل الوظيفي. 1. هل أحب فعلا العمل الذي أقوم به؟ 2. هل سأكون سعيدا في القيام بالعمل الذي أؤديه بقية حياتي؟ 3. هل كنت سأستمر في عملي الحالي بغض النظر عن الأجر الذي أتقاضاه؟ 4. هل أنا فخور بعملي كثيرا؟ 5. هل أتحدث كثيرا مع الآخرين عن وظيفتي ومستقبلي المهني؟ 6. هل اتخذت قرارا عند الالتحاق بوظيفتي الحالية أم كان الأمر محض صدفة؟ 7. هل من الممكن أن أكون سعيدا في وظيفة أو مهنة مختلفة؟ 8. هل أنا مسير أم مخير فيما أفعله؟ 9. هل أشعر بالحماس لوظيفتي؟ أم أنني أجرجر قدمي وأنا ذاهب إلى العمل في الصباح؟ 10. كم مرة عملت ليلا وفي نهاية الأسبوع؟ 11. هل أبحث عن المهام التي تنطوي على التحدي أم أنني أتجنبها؟ 12. هل أتطلع إلى الرجوع في بداية الأسبوع أم أنني أخشى قدوم أيام السبت منها؟ 13. هل أبحث عن كل ما هو جديد في مجال عملي عن طريق القراءة والندوات المتعلقة بمجال اهتمامي؟ 14. هل أسعى باستمرار لتحسين قدراتي ومهاراتي؟ 15. كم أفكر بصورة متكررة في تغيير الوظيفة؟ 16. هل أحب وأحترم رئيسي وإدارة شركتي أم كان من الأفضل أن أعمل في مكان آخر؟ 17. هل أتطلع إلى التقاعد؟ 18. ماذا سأفعل بعد التقاعد؟
19، عندما أتقاعد هل سأنظر بإعجاب إلى ما حققته في عملي أو سأندم على ما لم أحققه؟ 20، إذا ربحت اليوم 10 ملايين دولار، ماذا سأفعل غدا به؟ الأسرة والعلاقات الشخصية. هل يشكل وجود الزوجة الزوج أهمية في تقديري لذاتي؟ لماذا؟ هذا 1. 2، هل يرتبط تقديري لذاتي بنجاح علاقتي مع زوجتي زوجي؟ 3، هل زوجتي زوجي مثلما توقعت؟ والمقصود طبعا زوجتي زوجي إذا كان السؤال الموجه من قبل رجل أو من قبل امرأة، هذا للتوضيح. 4، هل أنا مثلما توقع زوجي زوجتي؟ 5، هل أحب زوجي زوجتي بقدر أكبر منها؟ 6، هل أتوهم أشياء عن الآخرين؟ 7، هل أنجذب إلى الآخرين بجانب زوجتي زوجي؟ 8، كم مرة تصرفت فيها على أساس أوهامي عن الآخرين وانجذابي لهم؟ 9، إذا كنت أتصرف بناء على تلك الأوهام فبماذا أشعر بعد ذلك؟ 10، هل علاقتي مع زوجي زوجتي تعبر عن مشاركة فعالة أو أنني أقوم بالجانب الأكبر في العطاء وأقدم معظم التنازلات؟ 11، ما الذي أشعر به تجاه الأفكار القديمة عن واجبات الرجل والمرأة في المنزل؟ 12، هل أصر على توزيع الواجبات بإنصاف خارج العمل أو أقبل أن أقوم بأكثر مما يقوم به الآخرون كما هو متوقع مني؟ 13، هل أنا موضع احترام وحب من أسرتي وأصدقائي؟ 14، هل أحاول جاهدا الحفاظ على العلاقات مثل كتابة الخطابات وإجراء المكالمات الهاتفية والعلاقات الاجتماعية أكثر مما يفعل أفراد أسرتي وأصدقائي؟ 15، كيف سيكون حالي، حزينا أم مبتهجا إذا لم أتمكن من الحفاظ على علاقاتي لأطول وقت ممكن؟ 16، هل أشعر كثيرا بالإحباط بسبب تجاهل الآخرون لي وعدم اهتمامي بهم؟ 17، هل يقدر الآخرون احتياجاتي عادة أو يجب علي أن أذكرهم بها؟ 18، هل يبدو أن الآخرين لا يهتمون بي إلا عندما يريدون شيئا مني ولماذا؟ 19، هل أشعر بحب هؤلاء الذين يمثلون أهمية كبيرة بالنسبة لي؟ جيم، الراحة والاستجمام، هل أخصص وقتا لنفسي فقط؟ إذا قلت لا فلماذا؟ 2، هل أحرص على الحصول على وقت فراغ وكيف أخطط لقضائه أو أنني أستغل وقت الفراغ حين يأتي بالصدفة؟ 3، هل أختار الأنشطة التي سأقوم بها في وقت الفراغ أو أنني أشارك في الأنشطة التي أعدها الآخرون؟ 4، كم من الوقت الفراغ أقضي في أعمال نشيطة مثل ممارسة التمرينات أو إحدى الرياضيات أو تقوية العضلات؟ 5، كم من الوقت أقضي في وسائل التسلية مثل مشاهدة التلفزيون أو القراءة أو الهوايات التي لا تتطلب الحركة؟ 6، كم من الوقت أقضي في مشاهدة الألعاب الرياضية مثل مشاهدة مباريات كرة القدم في التلفزيون أو حضور مباريات كرة السلة؟ 7، هل أتطلع إلى وقت الفراغ سعيا لإنجاز بعض الأعمال أو سعيا للراحة؟ 8، هل أنا راض عن مزج الأعمال الإيجابية والسلبية التي أتسم بها حاليا؟ 9، إذا كنت أستطيع أن أقوم بأي شيء في وقت الفراغ فسوف، مجموعة من النقاط. 10، كم من الوقت الفراغ أقضي في تحسين نفسي مثل حضور الفصول الليلية أو المؤتمرات أو التعرف على خبايا النفس أو الذهاب إلى الحفلات الموسيقية؟ 11، هل
أهمل المسؤوليات الأخرى، العمل، سداد الفواتير، المهام المزعجة لكي أحصل على وقت فراغ إضافي. 12. هل أفضل النشاطات التي أقوم بها بمفردي أو أنني أفضل أن أكون مع أصدقائي أو أفراد الأسرة؟ 13. هل أحصل على إجازات كافية؟ إذا لم يكن فلماذا؟ 14. هل أشعر بالراحة بعد الأجازة أو بالتعب وخيبة الأمل؟ 15. هل أخطط لقضاء الأجازة كما أحب أو أنني أحاول عادة أن أتكيف مع ما تفضله الأسرة أو الأصدقاء؟ 16. هل الأجازات هامة جدا بالنسبة لي؟ 17. هل أنام بصورة كافية؟ 18. هل أنام وقتا طويلا جدا؟ 19. هل أقضي وقتا كبيرا جدا من وقت الراحة في تناول الأطعمة أو القيام بأشياء أخرى تضرني؟ ولماذا؟ 20. ما الأنشطة التي تبعث على الاستجمام التي كنت أقوم بها عندما كنت صغيرا وأحب أن أواصل القيام بها؟ لا توجد إجابات صحيحة وأخرى غير صحيحة بالنسبة لهذا الاختبار الذاتي، ولا توجد نتيجة واحدة هي الصحيحة، إنما يهدف هذا الاختبار إلى مساعدتك على أن تفهم نفسك جيدا وتحدد أشياء عن نفسك تحب أن تغيرها. استخدم هذا الاختبار بوصفه دليلا مرشدا لك عندما تطبق الأساليب المشار إليها في هذا الكتاب لتزيد من تقديرك لذاتك. عنوان: القوة اللازمة للتغيير. إذا كان الفشل حسيا أم مجردا يؤدي إلى انطباع سيء عن الذات، فإن النجاح يؤدي أيضا إلى تقدير جيد للذات، ولكن النجاح نادرا ما يأتي فجأة، فهو يأتي من الاهتمام بالقواعد. على سبيل المثال، يتحقق الفوز في مباريات كرة القدم عن طريق إحكام الدفاع والرقابة اللصيقة للمنافسين أكثر مما يتحقق عن طريق الفلتات الفنية أو الانطلاقات المثيرة التي تثبت بالذاكرة. وفي مباريات البيسبول، يتحقق الفوز على وجه العموم عن طريق ضرب الكرة بالمضرب من رمية واحدة فقط. إن سباقات العدو التي تجرى في نطاق الأسرة ليست هي القاعدة ولكنها الاستثناء، ونحن نادرا ما نتحول فجأة من السير على مهل وبلا هدف إلى الوثب الطويل دفعة واحدة. إننا ينبغي أن نحقق انتصارات صغيرة متوالية إلى أن يأتي يوم ندرك فيه أننا قد فزنا بالحرب. كثيرا ما نرى تقدير الذات كشيء ثابت بداخلنا، بينما نتسم في الحقيقة بطبيعة مرنة ويختلف باختلاف جوانب في حياتنا. وعندما ينهار كل شيء فجأة، العمل والحب والمظهر الخارجي والصداقات والعائلة، فإن شعورنا بقيمتنا يختل في الحال. لقد مر كل فرد منا بتجارب ناجحة وأخرى فاشلة، فأحيانا نعتلي القمة وأحيانا أخرى نجد الحياة مجرد شراك نقع فيه، ولكننا نشعر بعدم الأمان لاعتقادنا الخاطئ بأننا سبب كل المشكلات. والأسوأ من ذلك أن كل منا يشعر بشكل ما بأنه الشخص الوحيد على وجه الأرض الذي مر بهذه التجارب الفاشلة، حتى رغم أننا نعلم جيدا أن هذا الاعتقاد سخيف. إن التغيير شيء نقاومه جميعا بفطرتنا، ربما يرجع ذلك إلى الخوف من المجهول، فالاستمرار في أداء الأمور بالطريقة التي اعتدنا عليها ينطوي على قدر أقل من المخاطرة. إننا نرفض أحيانا أن نتغير حتى وإن أدركنا أن عدم تغيرنا يمكن أن يديم المشكلات التي نحاول التغلب عليها.
وإلى أن نفهم جيدا أن الألم الذي سنعانيه إذا تغيرنا أقل من الذي سنعانيه إذا ظلت الأمور كما هي. فسنظل نعارض أن نؤدي الأشياء بصورة مختلفة. في الانتخابات الرئاسية لعام 1992 على سبيل المثال، أشارت كل استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين لا يتحمسون لأحد المرشحين بقدر ما يعارضون المرشحين الآخرين. لم يصوت 57% تقريبا من الناخبين لمصلحة الرئيس كلينتون، ولكن أقر 43% فقط بأن الضرر الذي ستتعرض له الولايات المتحدة إذا استمرت على هذا الحال سيكون أكبر من الضرر الذي ستتعرض له إذا تغيرت. كان ذلك كافيا لإعطاء كلينتون فرصة الفوز بالانتخابات. لابد أن نستفيد من هذه المعلومة في تعاملنا مع التغير، إذ نشعر بتزايد الشك الذاتي عندما نواجه تحديا خطيرا وقويا لأول مرة. فإذا أدركنا أننا نتعامل مع الخوف من التغيير فسوف يساعدنا ذلك كثيرا في التغلب عليه. إذا علمنا أن مقاومة التغيير سمة ملازمة لكل إنسان والتي تواجه كل فرد منا، لابد أن يتغلب عليها. لحاولنا بشجاعة أن نجرب شيئا جديدا. أجب عن الأسئلة التالية بنعم أو لا. إذا أجبت بنعم على أكثر من نصف الأسئلة فلابد أنك تفكر في الخيارات التي أمامك. إذا كان 3/4 الأسئلة قد أجيب عنها بنعم فعليك أن تحترس. إذا أجبت على أكثر من 75% من الأسئلة بنعم فاعلم أن الأمر قد بات خطيرا، تغير قبل أن تجبر على التغير. عنوان: هل أنت مستعد؟ 1- هل تشعر بأنك أو الآخرين قد حددت معيارا بعيد المنال لأدائك؟ 2- هل تمل من عملك بسرعة؟ 3- هل تشتاق إلى مواجهة تحديات جديدة؟ 4- هل تقلقك دائما آراء رؤسائك وزملائك ومرؤوسيك فيك؟ 5- هل تعارض القيام براحات أو بأجازات خوفا مما سينتظرك حين تعود؟ 6- هل تخشى الأحداث اليومية في موقع العمل بينما يجب أن تهدأ وتستمتع بوقتك؟ 7- هل تقابل مشكلة في إيجاد موضوع تتحدث عنه مع أناس بعيدين عن مجال عملك؟ 8- هل تأخذ المسألة بصورة شخصية عندما ينهار مشروع تقوم فيه بدور محدود؟ 9- هل تشعر كثيرا بأن عملك أصبح يفتقر إلى المتعة؟ 10- هل يستنفذ العمل كل قواك لدرجة أنك لا تملك من الطاقة ما يكفي لتقوم بأي شيء آخر؟ 11- هل تشعر بأن المحيطين بك ليس لديهم نفس مستوى الالتزام مثلك؟ 12- هل زملائك أقل كفاءة منك؟ 13- هل يسبب لك زملائك الضيق بصورة متكررة؟ 14- هل تشعر بخيبة الأمل لأن الآخرين لا يقدرون مشاركتك في العمل داخل الوحدة أو الشركة؟ 15- هل تجد أن تقبلك لآراء الآخرين يقل ويقل؟ 16- هل ترفض أحيانا التعاون مع الآخرين حتى عندما تعلم أنه سيكون لمصلحتك؟ 17- هل تشعر أحيانا بصعوبة في أن تكون مهذبا مع من تعمل معهم؟ 18- هل تغضب بصورة أسرع مما كنت عليها قبل ذلك؟ 19- هل لديك أصدقاء ورفقاء في العمل أقل عددا مما كان قبل ذلك؟ 20- هل تؤجل في أحوال كثيرة أعمالا هامة رغم أنك تعلم الثمن الذي ستدفعه بعد ذلك؟ 21- هل تقرر أحيانا تجاهل أمر أو طلب لأنه غير مناسب أو غبي؟ 22- هل تتجاهل أحيانا التعليمات لأنك تعتقد أن الشخص الذي يصدرها ليست لديه الشجاعة التي يفرض بها تلك التعليمات؟
23، هل أنت مقتنع بأنك تستطيع أن تقوم بعمل رئيسك أفضل منه؟ 24، هل فقدت احترامك للمشرف عليك؟ 25، هل تحسد أصدقائك عندما يتحدثون عن إنجازاتهم في أعمالهم؟ عنوان هيا رفرف بجناحيك. توجد أمور محددة يمكن أن تقوم بها لتشرع في تكوين صورة إيجابية وصحية عن نفسك، ولا تتحمل مسؤولية حياتك وتعيشها بطريقتك. يمكن أن تطبق التقنيات السبعة التالية لتطير منفردا. 1، قيم ذاتك ثم تقبلها. ابدأ بجدية في مراجعة نقاط قوتك وضعفك، وحدد ما تحبه عن نفسك وما لا تحبه. لا يوجد إنسان كامل على وجه الأرض. هنئ نفسك على الأشياء التي تحبها، وخذ عهدا على نفسك أن تغير أو تتجاهل الأشياء التي لا تحبها، وذلك بحسب الأهمية التي تشكلها هذه الأشياء بالنسبة للصورة الكلية عن نفسك. 2، راجع قيمك ومبادئك. هل لديك قيم ومبادئ واضحة ومحددة تعيش وفقا لها دائما؟ إذا لم يكن لديك، فإنه من السهل جدا أن تسيطر عليك آراء الآخرين الذين يستغلونك لتحقيق أهدافهم الخاصة. تأكد من وقوفك على أرض صلبة. 3، غامر بحساب. قلل من المخاطر عن طريق التفكير الواعي في البدائل، ولكن لا تخشى أن تجرب شيئا جديدا عندما تكون احتمالات النجاح في مصلحتك. 4، تعلم من الفشل. إن الأخطاء ليست خالدة، تعلم منها وانتقل منها إلى تحدي آخر. إنك ستزداد قوة نتيجة المحاولة، ومن المرجح أنك ستنجح في المرة القادمة. 5، عش في المستقبل. لا تغرق في الماضي بإحياء التجارب الفاشلة، أو تحاول أن تعود بذهنك إلى إنجازاتك السابقة. انظر في المرآة واسأل نفسك هذا السؤال: ماذا قدمت لي حتى الآن؟ ماذا تنوي أن تقدمه لي غدا؟ 6، اختر التأثيرات الإيجابية. لا تبدد وقتك مع هؤلاء الذين يقللون من شأنك. إذا كانت لديك علاقة هدامة، فالجأ إلى شخص متخصص يمكنه أن يساعدك. إذا كنت تحب ببساطة أن تحسن رأيك عن نفسك، فالتحق بدورة تدريبية في مؤسسة ديل كارنجي، أو اقرأ كتابا إيجابيا لا يحتاج إلى معلم، أو انضم إلى إحدى مجموعات الدعم التي تزيد من تقديرك لذاتك. 7، طالب بالاحترام. إذا لم تعجبك الطريقة التي يتعامل بها الآخرون معك، فأخبرهم بذلك. أخبر أصدقائك وأفراد أسرتك وزملائك بأنك تتوقع منهم نفس الاحترام والتقدير الذي تكنه لهم. نادرا ما يمنح الاحترام بلا مقابل، فلا بد أن يكون له ثمن عندما يعلم الآخرون أنه لم يعد في استطاعتهم أن يقللوا من شأنك، فسوف يتوقفون عن المحاولة. نهتم كلنا ببيع شيء، فكرة أو حلم أو ميزانية أو أنفسنا. إليك السمات المتعددة التي يتسم بها الإنسان. حلل نقاط قوتك وضعفك كما لو كنت سلعة جديدة على وشك أن تعرض في السوق. كن أمينا للغاية. إذا خدعت نفسك الآن، فلن تواجه إلا المتاعب فيما بعد. بعد استكمال هذا الاختبار، حدد أهم 3 نقاط قوة وأوضح 3 نقاط ضعف لديك. قم بإعداد خطة تفصيلية واضحة عن الطريقة التي يمكنك بها أن تستفيد من نقاط قوتك وتتغلب على نقاط ضعفك. عنوان دائما مع موقف فكري إيجابي. إن كليمنت ستون، المليونير الكبير والمؤلف له فلسفته في النجاح والتي تسمى بالموقف الفكري الإيجابي، تقوم هذه الفلسفة على هذه العبارة:
ما يدركه العقل ويعتقده يمكن أن يحققه عن طريق اتخاذ موقف فكري إيجابي. يعتقد هذا الرجل الذي يعد الأب الروحي لفلسفة الموقف الفكري الإيجابي من أجل النجاح بأنه ليس هناك شيء مستحيل أمام الإنسان الذي يستعد للنجاح ويحدد الأهداف ويتجه نحو غاياته بموقف إيجابي وحماس. عنوان: لن يهزمك إلا إذا اعتقدت أنه يستطيع ذلك. يعرف ستون الموقف الفكري الإيجابي بأنه اتخاذ الموقف الذي يلائم الظروف. قال أيضا في كتاب Believe and Achieve لمؤلفه سايبرت: يتألف هذا الموقف الإيجابي من الإيمان والتفاؤل والأمل والنزاهة والإقدام والشجاعة والكرم والتسامح والكياسة واللطف والمنطق السليم، ويتيح لك هذا الموقف الإيجابي تحقيق أهدافك وتكوين ثروة وحفز الآخرين وإدراك أحلامك مهما كان طموحك ما دمت على استعداد لدفع الثمن. يوجد عامل مهم في تعريف ستون، فاتخاذ الموقف الذي يلائم الظروف لا يعني أننا إذا نظرنا ببساطة إلى الجانب المضيء بأن الكوب نصف مملوء بدلا من نصف فارغ. فسينجح كل شيء، لن يتم ذلك، بل ستكون النتائج محزنة أكثر إذا لم يتم نجاح كل شيء. يقوم الموقف الفكري الإيجابي على الثقة التي تنشأ من الدراسة والتعلم والتفكير والتصرف وتصويب الأخطاء ثم التصرف من جديد، وذلك إلى أن تحقق النجاح. عنوان: التغلب على السلبية. لا يوجد ما يسمى بالطفل السلبي، هكذا يعتقد الدكتور نورمان فينسنت بيل الذي حقق كتابه قوة التفكير الإيجابي نسبة مبيعات وصلت إلى عشرات الملايين من النسخ بإثنتي عشرة لغة منذ أن نشر لأول مرة منذ أكثر من 4 عقود مضت. ويقول الدكتور نورمان في كتاب Believe and Achieve: عندما نولد نعيش في محارة تحمينا، كل ما علينا أن نفعله هو أن نصرخ، فإذا بنا نحصل على ما نريد. عنوان: إذا لم تنجح من أول مرة فإنك تتأرجح في المستوى المتوسط. إم إتش أندرسون القائل ذلك: إننا نتعلم أن نكون سلبيين عن طريق هؤلاء الذين يهتمون بنا كثيرا، مثل الوالدين والمدرسين وممثلي السلطة التنفيذية وأصحاب السلطات الأخرى التي تضع قوانين الحياة الأسرية والمجتمع بشكل عام. لقد وجهت لنا كأطفال هذه الكلمات باستمرار: لا تلمس الموقد وإلا احترقت. ثم نجد أن حياتنا سلسلة مستمرة من محاولة تخطي الحدود من جانبنا ومحاولة فرض القيود علينا من جانب هؤلاء الأفراد ذوي السلطة. إن لهذه التعليمات السلبية المكررة أثرا تراكميا، إذ نبدأ في التفكير في احتمالات الفشل أكثر من النجاح، ثم تصبح أفكارنا مجرد شطحات لأشباع الذات. ولأننا نعتقد أننا سنفشل ننتهي فعلا بالفشل، وسواء ندرك هذا أو لا فإننا نحول أفكارنا بانتظام إلى واقع ملموس. يبدأ النجاح في أي محاولة بالاعتقاد بأننا سننجح، ثم نحول هذه الأفكار الإيجابية إلى نظيرها المادي. إن الطريقة الوحيدة للتغلب على السلبية هي أن نمنع الأفكار السلبية عندما تراودنا ونستبدلها بأخرى إيجابية. ولكن هذه مهمة صعبة، وخاصة بعد أن قضينا وقتا طويلا في اكتساب عاداتنا السلوكية والفكرية. ونادرا ما تكون هذه عملية سهلة يمكن القيام بها بسرعة. وفي لقاء معه داخل شقته في منهاتن
ذكر الدكتور بيلا هذه القصة لتوضيح هذه النقطة. كانت هناك شجرة في مزرعتنا بمقاطعة داتشيس بنيويورك بلغت من العمر 200 عام وبدأت تتسبب بعض المشكلات. عندما أحضرنا متخصصا ليلقي عليها نظرة اكتشف أن قلب الشجرة فاسد ولا بد من قطعها، وإلا ربما تأتي ريح عاتية تقتلعها وتهدم المنزل. وعندما آن الأوان جاء هذا الرجل ومساعده إلى المزرعة وشاهدتهم عندما بدأوا العمل، تصورت أنهم سيستخدمون منشارا عملاقا في قطع الشجرة من أسفلها وبهذا تنتهي المهمة، ولكنهم لم يفعلوا ذلك أبدا. لقد بدأوا بتسلق الشجرة حتى وصلوا إلى قمتها وقصوا الفروع الصغيرة ثم الكبيرة ولم يتبقى شيئا سوى الساق، ثم قطعوا الساق إلى أجزاء حتى وصلوا في النهاية إلى الأرض. تلك هي الطريقة التي تتخلص بها من التفكير السلبي، أي تبدأ بالأفكار السلبية البسيطة وتزيلها ثم تنتقل إلى الأفكار الأكبر حتى تصل في النهاية إلى مركز أو لب تفكيرك السلبي، ثم تزيله وتصبح مستعدا لاستبداله بتفكير إيجابي. عنوان حياة الوفرة. في كتابه You will see it when you believe it يقول الدكتور واين داير: يمكن أن تحقق السعادة بأن تركز أفكارك عليها، إذ أننا نعمل وفق أفكارنا ومن خلالها نخلق تجربتنا. كما يوضح الدكتور واين أننا نعيش في أرض رحبة في مجتمع لا يضع حدودا أو قيودا على الطريقة التي تكون بها سعيدا أو ناجحا. وفي اقتباس له من إصدار ريد بوك عدد يوليو 1989 يقول الدكتور واين: ولكن هناك بعض الناس، ربما الكثير منهم، الذين ينظرون كثيرا إلى ما ليس بحوزتهم. هذا ما أسميه بعقلية الاحتياج. يكرهون هؤلاء الناس، عبارة ثانية أو عبارة ثابتة، وهي: لو أنني أملك هذا الشيء لكنت أكثر سعادة. يعتقد هؤلاء الناس أن حياتهم ينقصها شيء لأنهم تعساء الحظ، ولكن تكمن المشكلة في الحقيقة في أسلوب تفكيرهم. فما داموا يشعرون بالنقص والاحتياج لن يجدوا في حياتهم سوى النقص والاحتياج. الحقيقة أنه لا حدود لما هو متاح لنا في هذا الكون اللانهائي. إذا ما أدركنا هذه الحقيقة فسوف يساعدنا هذا الاعتقاد في آلاف المرات. لقد آمن بهذا المبدأ كل من أعرفهم ممن تحولوا من حياة القلة إلى حياة الوفرة. عنوان بعض الأسماء التي حققت نجاحا كبيرا. في المرة القادمة عندما تواجه مشكلة أدت إلى تعثرك، فعليك أن تتوقف للحظة وتفكر فيما لديك من نعم. ركز على ما لديك لا على ما ليس لديك. إليك قائمة بأسماء الأفراد الذين ربما سمعت عنهم والأشياء التي تغلبوا عليها لتحقيق النجاح. الملحن الألماني بيتهوفن، مولود 1770 توفى 1827، أخذ بيتهوفن يفقد حاسة السمع شيئا فشيئا. فقد كان يسمع بصعوبة في الثلاثينات من عمره، ثم أصبح أصم تماما في سن 46، ومع ذلك فقد ألف أروع موسيقاه في سنواته الأخيرة. الممثلة الفرنسية سارة بيرنهارت
أو سارة الرائعة المولودة 1844 المتوفية 1923، ويعدها الكثيرون واحدة من ألمع نجوم المسرح في العالم كله. فرغم بتر ساقها في عام 1914 فقد استمرت في التمثيل ولم تنقطع إلا قرب وفاتها. لويس برايل المولود 1809 المتوفى 1852، أصيب بالعمى في سن الثالثة، رغم ذلك أصبح فيما بعد مدرسا في باريس، وقام بوضع أسلوب الكتابة الشهير للمكفوفين والذي سمي باسمه. الروائي ميغيل دي سيرفانتس المولود 1547 المتوفى 1616، فقد ذراعه في إحدى الحروب وعانى من الفقر في معظم حياته. دون كيشوت وأعماله الأخرى جعلته من أبرز الأسماء الأدبية في إسبانيا. هيلين كيولر 1880 الولادة 1968 الوفاة، رغم أنها كانت لا تسمع ولا ترى منذ الثانية من عمرها، فقد أصبحت من أشهر وألمع الشخصيات الأمريكية، كما نجحت إلى حد كبير كمؤلفة ومحاضرة، إذ كتبت 10 كتب وأعمالا أخرى. الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ولادة عام 1882 الوفاة 1945، لقد علم فرانكلين الشعب الأمريكي هذا المبدأ جيدا في ظل الكساد العظيم، لا يوجد ما نخاف منه إلا الخوف نفسه. أصيب روزفلت بالشلل في سن 39، إلا أنه داوم المسيرة حتى أصبح واحدا من قادة أمريكا المحبوبين والمؤثرين، وتم ترشيحه للرئاسة 4 مرات. أونري دي تولوز لوتري المولود 1864 المتوفى 1901، لقد كان أونري مشوها وأعرج ومعاقا عن النمو الطبيعي، ولكنه كان فنانا موهوبا، ولقد رفعته عروض تقليد الفنانين التي كان يؤديها في مسرح مولان روح، رفعته إلى قمة عالم الفن وأكسبت اسمه شهرة لا تزول. الدكتور هنري فيسكاردي ولد هنري بلا ساقين، ولكنه خدم في أثناء الحرب العالمية الثانية كضابط في الصليب الأحمر. عمل الدكتور هنري كرئيس لمركز الموارد البشرية وأسس شركة إبليتيز إنكوربوريشن، ونال 13 درجة فخرية، وكتب 9 كتب، وكان مستشارا للعديد من الرؤساء في القضايا المتعلقة بالمعاقين. عنوان خذ عهدا على نفسك. من أعظم هبات الله أننا لا نستطيع أن نتنبأ بالمستقبل، قد يكون التوقع مغريا، ولكن تخيل الضجر أو الفزع المطلق الذي سيلازم الحياة إذا عرفنا مقدما كل الأشياء الجيدة والسيئة التي ستحدث لنا. لن تكون هناك أي مفاجآت أو احتفالات بالنجاح أو دموع تعبر عن الحزن، وقليلا ما سنجد شيئا يحفزنا. ثم ما الذي سيدفعنا إلى الجد والاجتهاد للتغلب على العقبات ما دمنا نعرف النتيجة بالفعل؟ تمثل البداية أصعب جزء في أي عمل. هذا عنوان نبدأ ونقول: تشبه الحياة في جوانب كثيرة القيام بنزهة طويلة بالسيارة، إذ نعلم مكاننا والمكان الذي نريد أن نذهب إليه، ولكن هناك طريقان للوصول إلى هذا المكان. الأول أن تقفز داخل السيارة وتذهب إليه وتقوم بالترتيبات اللازمة في الطريق،
والثاني أن تخطط مقدماً ثم ترسم خريطة بالطريق وتحسب المسافة التي تريد أن تقطعها كل يوم، وهكذا إننا سنصل إلى كلا الطريقين على الأرجح. ومع أن الطريق الأول ربما يكون أكثر مغامرة، فإن الطريق الثاني قد نصل من خلاله بسرعة أكبر وجهد أقل بكثير. هكذا نرى بوضوح أهمية التخطيط لأي رحلة. مع ذلك نفترض في كثير من الأحوال أن الأمور ستسير من تلقاء نفسها، وذلك عندما نتعامل مع أمور أكثر أهمية مثل الأمور العائلية أو ما يتعلق بالوظيفة. إننا نتوقع أن نكسب أموالا طائلة ونعول أسرة مثالية ونكون سعداء بدون أن نعد خطة محددة لتحقيق ذلك. تبدأ أول خطوة للوصول إلى حياة ناجحة وسعيدة بأن نأخذ عهدا على أنفسنا بأن نقيم حياة ناجحة وسعيدة بالفعل، بأن نركز على الاحتمالات الممكنة لا على الأخطاء، مما يعني التركيز على المستقبل وليس على الماضي. ربما لا نستطيع أن نتنبأ بالمستقبل، ولكن يمكننا أن نسهم في تشكيله. إن واقعنا هو ما نصنعه. إذا اقتربنا منه بإيجابية وحماس فسوف نحقق النتائج الإيجابية، ولسوء الحظ فإن العكس صحيح أيضا. على عكس الحال في المغناطيس، فإن السلبيات لا تجذب الإيجابيات بل تؤدي إلى الفشل واليأس. عنوان: شجاعة التغيير. يتطلب تغيير أي شيء فيك شجاعة وتصميما ومثابرة كافية لتستمر حتى النهاية. من الصعب أن تتحول من شخص سلبي أو محايد إلى مفكر إيجابي، لأنك تسير بذلك ضد تيار الخضوع للقواعد. إن المفكرين الإيجابيين يمثلون الأقلية في أي مجموعة، في موقع العمل أو المدرسة أو الأحداث الاجتماعية أو في البيت. فإن الاتجاه العام في التفكير هو أن نركز على أسباب الفشل واحتمالاته بدلا من التركيز على إمكانية النجاح. عنوان كبير: امتلك الشجاعة لتكون مختلفا، ولكن لا تكن مناقضا أو متباهيا باستقلالك. إن الصفة التي تجذب الأنظار إلينا وتجعل منا شخصيات مميزة هي شجاعتنا في أن نكون صادقين مع أنفسنا. إن المفكرين السلبيين قد يتسترون على آرائهم الحقيقية بعبارات تفيد الإنكار، مثل: اسمح لي بأن أخالفك قليلا في الرأي، أو اقبل مني هذا على سبيل النقاش. ولكن النتيجة واحدة، فهم يحاولون دائما أن يجدوا أسبابا لكي لا يطبقوا فكرة جديدة أكثر من التركيز على احتمال تطبيقها. إن أي فكرة جديدة تنطوي على قدر من الخطر، قد يكون كبيرا أحيانا، ولكن لن يتحقق أي شيء مهم بدون أن تكون هناك الرغبة في تجريب شيء جديد. عنوان: بناء الثقة. إن للثقة بالنفس أثرا عجيبا، إذ إن الرجال والنساء الذين يثقون بأنفسهم يجذبون انتباه الآخرين بنسبة كبيرة، ويتقدمون في أعمالهم بصورة سريعة، ويبدو أن شيئا عجيبا قد حدث لهم عند الولادة، فالنجاح يأتي إليهم بشكل طبيعي وبسهولة. إذا تعمقت أكثر من ذلك لوجدت أن ثقتهم هذه نتيجة عملية الاجتهاد المستمر الذي يمكن أن يقوم به أي شخص منا.
إن الثقة تتحقق للبعض بسهولة وبشكل طبيعي، ولكن العملية واحدة، فمبادئ الثقة يمكن أن يتعلمها الجميع ويطبقوها بسهولة. إليك بعض الأساليب التي يمكن أن تطبقها لتصبح مفكرا إيجابيا، إنسانا واثقا يرى احتمالات النجاح بدلا من الفشل. 1- خالط الأشخاص الإيجابيين. كانت والدتك على حق عندما قالت لك ألا تصاحب الأصدقاء، عندما قالت لك ألا تصاحب الأصدقاء الأقل من مستواك، فسوف يجرونك إلى مستواهم. من الصعب جدا أن تكون إيجابيا عندما تصاحب مفكرين سلبيين، ولذا فمن الأفضل أن تقضي وقتك مع هؤلاء الذين يستطيعون تحقيق أهدافهم إذا آمنوا بقدرتك، إذا آمنوا بقدرتهم على تحقيقها. 2- أعد قائمة بالإيجابيات والسلبيات. كان بنيامين فرانكلين، وهو أحد قادة أمريكا الحكماء، يصدر القرارات الحاسمة بأن يقسم صفحة ورقية إلى عمودين، أحدهما للحجج المؤيدة والآخر للحجج المعارضة، ثم يصنف كل الأسباب التي تؤيد وتعارض تصرفاً ما يريد أن يقوم به. إن هذا الأسلوب لم يكن يوضح الأمور فحسب، بل كان يدله أيضاً على الطريق السليم. 3- تعلم من التجربة. إذا كنت تميل إلى السلبية فعليك مراجعة سلوكك كل يوم، وهو حاضر في ذهنك. قم بتحليل أفعالك وحدد ما يجب أن تفعله بشكل مختلف لتصبح أكثر إيجابية. كنت أفكر بينما أنظر إلى السحاب من تحتي أنني قمت بقفزتين فقط بالباراشوت ولم يكتب لهما النجاح تماما. لقد كنت أشعر بالوحدة الشديدة وقد نفد الوقود تقريبا، ولا بد أن أتخذ قرارا، هل أقفز أو لا؟ رجل يتحقق له كل ما يريد، وبخاصة حين يتوقف ذلك على فرض إرادته الحديدية على ظروف بالغة السوء. رغم ذلك لم ينظر برانسون إلى نفسه كمغامر، إذ يقول: لا أحب المخاطرات. أعرف جيدا هذا الكلام يبدو مناقضا لتجربة المنطاد، ولكنني أفكر جيدا فيما يمكن أن يحميني من الانهيار قبل الدخول في أي أمر. عندما أسس شركة فيرجن للطيران، أدرك منذ البداية أن العمل في خطوط الطيران محفوف بالمخاطر، ولكي يحمي نفسه استأجر طائرة ليطير بها طاقمه بين لندن ونيويورك، وتعاقد مع شركة بوينغ، ومن ثم يمكنه أن يعيد الطائرة في نهاية السنة الأولى إذا لم ينجح في عمله. وكانت كل المخاطرة المالية لا تتعدى إيجارا لسنة واحدة، أما التكاليف الأخرى فقد كانت كلها متغيرة ويمكن التحكم فيها. لقد نجح برانسون وأصبح الآن رئيسا لمؤسسة طيران يصل رأس مالها إلى 1.3 مليار دولار، وتعد ثالث أكبر شركة خاصة في بريطانيا. وتخطط شركة فيرجن للطيران للقيام بتوسعات كبيرة في التسعينات، يشمل ذلك مد خدماتها إلى مناطق جديدة في الولايات المتحدة وأفريقيا، وتوسيع نطاق خدماتها الحالية إلى مدن عديدة. تشمل خططها التوسعية أيضا توسيع فندق برانسون وتطوير بعض الأعمال الأخرى المتعلقة بالطيران. على عكس ما نرى في الفولكلور الشعبي، فإن برانسون ورجال الأعمال الناجحين الآخرين ليسوا مغامرين ولا كارهين للمغامرة، بل أنهم يقللون من المخاطرة، إذ يعرفون أكبر قدر من المعلومات عن مشروعاتهم المرتقبة،
ويدرسون بعناية الخيارات المتاحة لهم ويتخذون قرارا بأن يقدموا أو لا يقدموا على بأن يقدموا أو لا يقدموا على هذا الشيء. إنهم ليسوا عرضة للإصابة بشلل التفكير وليسوا من محبي المغامرة الذين يغامرون بكل شيء تلبية لنزواتهم الجامحة. إنهم يقومون بالإجراء المناسب بعد دراسة الموقف وتقدير البدائل. إنهم يتخذون القرار ويتقدمون في أعمالهم أو يذهبون لمكان ما لم يذهب إليه أحد من قبل، لأنهم يرغبون في المرور بتجربة جديدة. يعلمون جيدا أنها ستنجح فهم يقومون بواجبهم. إنهم أيضا يدركون جيدا أن الأمور لا تسير على ما يرام أحيانا، ولذلك فهم يحمون أنفسهم من الفشل تماما كما فعل برانسون في أول طائرة استأجرها. إنهم لا يحققون نجاحا باهرا دائما، ولكنهم يعرفون كيف يضعون استراتيجية للخروج من الأزمة. إذا لم ينجح عملهم أو مخاطرتهم فإنهم لا ينظرون إليه كفشل هائل ويكتئبون، بل يتعلمون ببساطة من التجربة ويجربون شيئا آخر. يعني تقليل المخاطرات، اتخاذ عدد من القرارات الدقيقة. نادرا ما يتحقق النجاح في أي موقف معقد وهام من خلال حكم مرتجل أو قرار فردي. عندما تأتيك الفرصة أو يأتيك الإلهام بفكرة، فإن أول خطوة في تقييم الاحتمالات أن تعلم أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الموضوع. اقرأ الدوريات والكتب وقم ببحث في قواعد البيانات. تحدث إلى أصدقائك وأقاربك ومن يعملون في هذا المجال. وقبل كل ذلك استفت قلبك، ففي بعض الأحيان يبدو أحد الأمور غير واقعي لأنه يبدو متكاملا وجيدا، ولكنه قد يكون ممكنا في الحقيقة. يجب أن تلاحظ في تقليل المخاطر أن التفكير الدقيق ليس حدثا بل إنه عملية، إذ أن البحث يتبعه تحليل وتقييم كامل لكل البدائل المحتملة. يستخدم الأفراد الناجحون استراتيجيات متعددة، ولكنهم يسعون دائما إلى الاستعداد لأي طوارئ. كان وينستون تشرشل يتوقع أي سؤال محتمل قبل أن يلقي خطابا حول موضوع هام، فكان يعد الإجابات ويتدرب عليها قبل أن يلقى خطابه. وهكذا فقد قلل الخطر الفشل عن طريق الاستعداد الجيد. الخطوة الثانية في أسلوب تقليل المخاطرات أن تتصرف، وهنا لابد أن تحدد مجال التصرف ونتائجه المصاحبة. فنجد أن ريتشارد برانسون لم يشتري أسطولا مكونا من طائرات البوينغ 747 لأنه رأى مثلا أن شركة فيرجين للطيران تعد فكرة جيدة، بل استأجر طائرة واحدة وجربها على سبيل المثال. فإن معظم الشركات لا تفكر في عرض منتج جديد إلا بعد أن تتأكد من جودته وجودة تغليفه وإعلاناته ورأي الجمهور في الاسم وأشياء أخرى متعددة بالإضافة إلى المنتج نفسه، وذلك قبل أن تقدم على بيعه بكميات كبيرة. كل هذا لأن الإقدام اليوم على دخول سوق قبل الوقوف على أرضية صلبة سيكلفك الكثير والكثير بعد ذلك. يجب تقييم نتائج الاختبارات الأولية، ويجب أن يتم تحليل البحث ثم يعاد النظر في الخيارات، ويتم تعديل الفكرة الأساسية إذا لزم الأمر، ثم يختبر المنتج مرة ثانية، وتكون هذه المرة في منطقة أكبر ومع جمهور يضم فئات سكنية مختلفة. تكرر هذه العملية حتى يتم التأكد من سد كل الثغرات. هنا فقط يتم رصد الموازنات الضخمة للإعلان عن المنتج وتتم التعاقدات. بمرور الوقت تتكرر الأنساق السلوكية عند الصانع وبائع ومشتري المنتج، ولأن الأمور تسير كما يجب تتحول هذه الأنساق إلى عادات مكتسبة.
إننا نؤدي الأشياء بنفس الطريقة لأننا لم نعد مضطرين إلى أن نفكر فيها. تعد العادات طريقة مختصرة لأداء العمل بفعالية أكثر وبشكل أسرع، ومن ثم يمكن أن ندخر طاقاتنا لشيء أكبر تحديا. ولكن العادات التي نكتسبها بلا تفكير قد تشكل خطرا كبيرا أيضا، إذ يمكن أن تؤدي إلى الجمود والتراخي. بعد أن يصل المنتج إلى مستوى معين من النجاح، يصبح معروفا ومقبولا من العملاء، ويتعرض لزيادة منتظمة أو غير منتظمة في حجم المبيعات. ورغم أن وجبات ماكدونالدز السريعة تلقى قبولا كبيرا حول العالم اليوم، ومع أن هذه الوجبات أصبحت جزء لا يتجزأ من الحياة الأمريكية، فإن كروك مؤسس هذه المطاعم بدأ بعربة صغيرة في مدينة دي بلانيز بولاية إلينوس، وظل يحسن من صنع وبيع البرجر حتى اكتملت العملية، وعندها فقط بدأ في بيع الامتيازات للآخرين. عندما تسير الأمور على نحو طيب، يحدث شيء آخر، ألا وهو المنافسة. وفي حالة ماكدونالدز ظهر برجر كينج منافسا له، ثم تسابق الآخرون بسرعة واعدين بساندويتش برجر أفضل يعد بصورة مختلفة، أو واعدين بخدمة أفضل، أو بعض المميزات التنافسية الأخرى. وكان على شركة ماكدونالدز مثل أي شركة أو فرد يحمل أفكارا جيدة أن تبتكر وتحسن لكي تظل منافسة، وتنطبق عملية تقليل المخاطرات على كل ابتكار أو إصلاح. يوضح الشكل الواحد نموذجا للطريقة التي تسير بها العملية. الشكل واحد نموذج تقليل المخاطرات، يعني سأحاول أن أصف ما أراه. الشكل هو عبارة عن 9 مربعات، 3 أفقية يليها 3 أفقية يليها 3 أفقية. نبدأ ونقول السهم يشير أن الفكرة أو الفرصة تؤدي إلى البحث والدراسة، تؤدي إلى التفكير الجاد، تؤدي إلى التصرف المحدود، تؤدي إلى التقييم والرقابة، تؤدي إلى التصرف على نطاق أوسع، تؤدي إلى اكتساب العادة، تؤدي إلى التقبل، وأخيرا المربع الأخير تؤدي إلى التحسين أو التجديد. رغم أن هذه العملية قد أعدت خصيصا لعالم المال والأعمال، فإن أساليبها تعد ملائمة لأي مرحلة في حياتنا. إذا استخدمناها لاتخاذ قرار عن شيء هام، فإننا نزيد من فرص النجاح بشكل واضح، ونقلل بشكل كبير من فرص الفشل. حتى إذا فشلنا يكون تعرضنا للخطر محدود ويمكن السيطرة عليه. إضافة إلى أن المعلومات التي حصلنا عليها من التجربة ستكون ذات فائدة كبيرة لنا في المستقبل. يتضح تأثير العملية بأكملها في أننا اكتسبنا الثقة، وتحسن تقديرنا لذواتنا، ولأننا نجحنا فإننا نكون أكثر استعدادا لمواجهة أي تحديات جديدة. يقول الطبيب النفسي دكتور فيليب كارتر، مدير مركز الصحة العقلية بمؤسسة جريتر كيب آن الطبية بولاية ماساتشوستس: يواجه كل إنسان صعوبات في اتخاذ القرار بين الحين والآخر، وطبقا لما جاء في مقال ساندي هورويتز المنشور في دورية ريد بوك عدد 1991، فإن الدكتور كارتر يعتقد بأنه من الصعب أن تعرف ما يجب أن تفعله في كل موقف، وليس من المعقول أن تتخذ قرارات سريعة في قضايا هامة فعلا. ولكن عندما يبدأ عدم الحسم في إعاقة أداء الفرد اليومي،
تظهر المشكلة وتوجد غالبا أسباب دفينة لما يحدث. أربعة، خصص وقتا للتفكير. تأكد من أنك تخصص نصف ساعة على الأقل في كل يوم للتفكير والتخطيط. اذهب إلى مكان هادئ لا يزعجك فيه الآخرون. اهدأ، فكر في أهدافك واحسب تقدمك حتى الآن، وحدد الأفعال التي يجب أن تقوم بها لتحقيق هذه الأهداف. خمسة، اكبر نفسك على التركيز على الإيجابيات. عندما تتسلل إليك أفكار سلبية عليك أن تتوقف وتعيد النظر. تعود على البحث عن الأسباب التي تفسر لماذا يمكنك أن تقوم بشيء بدلا من لماذا لا يمكنك القيام به. ستة، تعلم أن تتعاطف مع الآخرين. انظر إلى الموقف منظور الآخرين، حاول أن تفهم لماذا يتصرفون هكذا وما يمكن أن تفعله لتكوين علاقة إيجابية وبناءة معهم. سبعة، افتح أنت الحوار. يتسم معظم الناس بالخجل إذا كنت تكره الحديث إلى الغرباء أو الأشخاص العاديين الذين تتعرف عليهم بشكل عارض. فاعلم أنك لست وحدك. تشير الأبحاث إلى أن 40% من البالغين يرون أنهم يتسمون بالخجل. افترض إذن أن الطرف الآخر يشعر بالخجل وبادر بالخطوة الأولى لتبدأ حوارا معه. ثمانية، كن كريما في المجاملة. سوف تساعدك المجاملات الصادقة على تكوين علاقات إيجابية مع الآخرين، مما يشعرك بقدر من التحسن. وإن كنت لا تميل إلى الطرف الآخر فقم بتهنئته إذا حقق نجاحا. ربما تكتشف أن كل واحد منكما أساء في حكمه على الآخر. ثمانية، تجنب المواقف التي تنطوي على الضغط. إذا كانت المناقشات التافهة تفسد يومك قبل أن تغادر البيت، فحاول مغادرة المكان قبل أن يبدأ أفراد الأسرة الآخرون في إثارة الضجيج المعتاد في الصباح. اذهب إلى العمل مبكرا بين الحين والآخر، ثم انتهي بسرعة من الأعمال المزعجة التي تركتها بالأمس أو اقرأ الصحيفة. تسعة، ابدأ يومك بإيجابية. فكر في الأشياء التي تحبها والأشياء التي أسعدتك، ولا تفكر في المشكلات أو كل الأشياء التي تتمنى أن تصل إليها والتي ربما لا تصل إليها أبدا. نقطة رقم عشرة، خذ راحة. عندما تنزعج من الآخرين أو المواقف التي لا تستطيع أن تسيطر عليها، فابتعد عن هؤلاء الأفراد وعن تلك المواقف لفترة قصيرة. قم بشيء مختلف تماما لفترة، سوف تكون قادرا على الاقتراب من المشكلة بموضوعية أكثر بعد أن يصبح ذهنك صافيا. النقطة رقم 11، كن واقعيا. حدد لنفسك أهدافا يمكن تحقيقها، ثم قسمها إلى أهداف صغيرة. حاول أن تحقق شيئا واحدا على الأقل كل يوم لتصل في النهاية إلى هدفك. إن الإنجازات اليومية الصغيرة تمنحك الثقة اللازمة لمواجهة أهداف كبيرة وبعيدة. 12، خاطر بشكل مدروس. إذا لم تنتهز الفرصة أبدا فلن تحقق أبدا شيئا ذا قيمة. تحمل المخاطرة ما دمت مقتنعا بصحة فكرتك. حاول أن تقابل أفرادا جدد وصاحب أصدقاء جدد، بعضهم سيستجيب لك وبعضهم لن يفعل.
13 تعلم أشياء جديدة. في عالم التكنولوجيا الحديثة والفائقة اليوم، إذا لم تتعلم فأنت تموت. إن معظم ما لدى الخريجين الجدد من معارف سيبطل في خلال سنوات قليلة، ومن المهم جدا أن تداوم على المعرفة إذا ابتعدت عن المدرسة لفترة أكبر. إن التعلم ليس مثيرا فقط، ولكنه يجعلك أيضا موضع اهتمام الآخرين. 14. انظر إلى النكسات بشكل بناء، كما هو الحال مع رفع الأثقال، فإن المقاومة تجعلك قويا. إننا نبدأ بأثقال صغيرة ثم نزيدها بانتظام حتى نصل إلى أن نرفع أثقال أثقل مما كنا نحلم به في البداية. إن الفشل تجربة نتعلم منها لا أكثر ولا أقل. النقطة رقم 15، فكر قبل أن تتحدث. إذا كانت لديك عادة التحدث أولا ثم الندم بعد ذلك، فتعلم أن تسيطر على أعصابك. قم بذلك كل يوم لفترة قصيرة حتى تتعود على السيطرة على أعصابك. عندما تقول شيئا تندم عليه، فإن موقفك الإيجابي هو المتضرر الأكبر. نقطة رقم 16، ارتدي ملابس مناسبة. انظر حولك، إذا كان الناس الذين تعمل معهم يرتدون ملابس فضفاضة أو بدلا أو بنطلونات، فارتدي مثلهم. لا شيء يمكن أن يزيد من ثقتك مثل معرفتك أنك تبدو جيدا في مظهرك وأن الآخرين يدركون ذلك. إن المظهر يجعل الآخرين يركزون على قدراتك بدلا من أن يتساءلوا لماذا تبدو مختلفا. النقطة التي تليها، اعتني بصحتك. مارس التدريبات الرياضية بانتظام وحافظ على هيئتك. من الصعب جدا أن تحافظ على تصورك الإيجابي عن نفسك كما تبدو كسولا أو ثقيل الوزن أو متبلدا. إن التمرين القصير والمستمر يساعدك في تحسين ثقتك بنفسك. آخر نقطة، ساعد الآخرين. افعل شيئا جيدا لمصلحة الآخرين بدون أن تتوقع أي شيء في المقابل، سيساعدهم ذلك على التوازن في علاقتهم معك كما يشعرك بالعظمة. عنوان رئيسي، الممكن الإيجابي. هذا هو اسم العنوان. نبدأ ونقول، لقد تردد كثيرا أن عقل الإنسان أشبه بالحاسب الآلي الخارق، إذ إنه أكثر فعالية وقوة إلى حد بعيد من أحدث جهاز. إن العقل يشبه نظيره الميكانيكي في جوانب عديدة، وخاصة في هذه النقطة، إننا نحصل من كليهما على ما ندخله إليهما. إنها ما تسمى بنظرية الإدخال والإخراج في برمجة الكمبيوتر. إذا سمحنا لعقلنا الإنساني أن تسيطر عليه التأثيرات السلبية من حولنا، فإن أغلبية دوافعنا ستكون سلبية. سوف تسيطر علينا الأفكار السلبية والخوف من الفشل ومقاومة المخاطرة والتغيير. ولكن إذا أزلنا الأفكار السلبية مثل ما فعل الرجل في بيت الدكتور بيل مع فروع الشجرة الفاسدة، يمكن أن نبدأ عملية استبدال أفكار إيجابية بالأفكار السلبية. في الغابة من المستحيل أن تزدهر شجيرات صغيرة إلا بعد إزالة الأشجار الأكبر والأقدم. لا يمكن أن يخترق ضوء الشمس الفروع المورقة للأشجار الناضجة ليصل إلى أرضية الغابة ويمد الشجيرات بالمقاومات الضرورية لحياتها ونموها. عندما تتم إزالة شجرة ناضجة تحدث المعجزة، ففي خلال أسابيع قليلة تغطى الأرضية بالنبت الجديد
وتزدهر الشجيرات في كل مكان، فقد وصل إليها ضوء الشمس الذي لم يكن متاحا من قبل. إذن فالمشكلة كلها تكمن في المواقف السلبية، عندما نزيل كل الأفكار السلبية البسيطة وصولا إلى لب السلبية فينا، سنكون على استعداد لنمو إيجابي جديد. إذا قمنا بحماية ورعاية الأفكار الإيجابية من البيئة العدوانية التي تسعى إلى تدميرها، فسوف يزداد علوا وسوف تزداد علوا ومكانة لتنجو من مهالك العالم السلبي. يمكن أن يكون كل إنسان إيجابيا أو سلبيا أو محايدا، ولكن الممكن لا يعني شيئا بدون السعي لتحقيقه. وإلى أن نبدأ في القيام بالأشياء اللازمة لتغيير الأسلوب الذي نفكر به، لن يكون لنا أبدا أن ندرك الفوائد العظيمة التي تنتظرنا في هذه الحياة. عنوان رئيسي باسم آمال عريضة. نبدأ ونقول على بركة الله: إن المشكلة التي يواجهها معظمنا عندما يقرر يوما أنه سيغير حياته هي إلى الأفضل، هي أننا نتوقع أن ننتقل من التعثر بلا هدف إلى تحقيق قفزات مدهشة دفعة واحدة. وعندما تفشل يخيب أملنا، ونتخلى عن هذه الفكرة التي نعتقد أنها كانت فكرة رديئة بأي حال من الأحوال، وأنها كانت ببساطة أكبر من قدراتنا. إن الفشل يزيد من سوء تقديرنا لأنفسنا ولقدراتنا. لا تحب ما أنت عليه، بل حب ما يمكن أن تكون عليه. هذه العبارة قالها سير فانتس. إن الجزء السهل في هذه العملية هو أن تتخذ قراراً بأن تتغير، أما التغيير الفعلي فهو عملية مملة وموحشة وطويلة، تقتضي التزاماً من جانبنا، يجدد من أزرنا مهما اشتدت الظروف ومهما كانت الإغراءات. إن العادات التي نحاول أن نغيرها قد اكتسبت تدريجيا خلال فترة طويلة من الزمن، ولن تتم إزالتها إلا بنفس الطريقة. في الحقيقة إننا لا ندرك عادتنا إلا بعد أن تتأصل بداخلنا، فيكون من الصعب تغييرها. إن مجموعات الدعم تدرك جيدا صعوبة القيام بتغيير جذري في أسلوب حياتك، كما تطبق أساليب مختلفة مثل استخدام الضغط من أحد زملائك والتدعيم والمناقشة الجماعية، وذلك لتحقيق عملية التغيير. ولكن في النهاية يتوقف التغيير الفعلي على الفرد ذاته. يجب أن تغير العادات بنفس الطريقة التي اكتسبتها بها. إذا اعتقدنا أننا يجب أن نقلع حالاً عن التدخين أو الإفراط في تناول الطعام أو الغرق في أي عادة مدمرة أو غير صحية، فهذا أمر محير في البداية. وبدلاً من ذلك، لابد أن نأخذ على نفسنا عهداً بألا ندخن السيجارة القادمة أو نأكل قالب الحلوى القادم. إننا نعلم جيدا أننا نستطيع أن نتجنب سلوكا مدمرا واحدا، أما أكثر من ذلك فلسنا متأكدين. في النهاية، رغم أننا لم نعالج تمام الرغبة، فإننا نرى أنفسنا قد تم شفاؤنا من مشكلة التدخين أو الإفراط في تناول الطعام، وتتغير صورتنا الذاتية تدريجا، فلا نرى أنفسنا كما لو كنا مدمنين للتدخين أو للطعام. إن قيود العادة تبدأ صغيرة فلا نحس بها إلا بعد أن تتضخم حتى يصبح من الصعب كسرها. هذه العبارة قالها سامويل جونسون. لقد تعلمنا أيضا أنه من المفيد أن نستبدل بالعادة السلبية عادة إيجابية، ولذا
يشعر هؤلاء الذين يخضعون لنظام غذائي أو يحاولون الإقلاع عن التدخين بأنهم يحققون نتائج أفضل عندما يضعون برنامجا رياضيا في جدولهم اليومي. فبدلا من التردد على المقاهي التي تقتل الوقت فيما لا يفيد، انضم إلى مجموعة أخرى تستغل الزمن فيما يفيد، وكون صداقات وصحبة جديدة بهدف تغيير هذا السلوك السيء. لكي تغير أي سلوك بنجاح، يجب أن تتوقف عن السلوك غير المرغوب فيه وتضع محله سلوكا آخر بناء، يرى العالم الفرنسي بي إف سكينر أن تقديم الحبوب للحمام عندما يلتقط مفتاحا معينا يجعلهم يتصرفون بطريقة معينة. لقد تعلموا أن يلتقطوا هذا المفتاح المحدد عندما يكونوا جوعى، وكما جاء في كتاب Consumer Behavior لبيركمان وجيلسون. يطلق سكينر على السلوك المشابه لسلوك الحمام سابق الذكر تسمية الارتباط الشرطي الفعال. لا شك أن الإنسان أكثر تعقيدا من الحيوانات أو الطيور، فلدينا نطاق واسع من المشاعر والعواطف، وأهم من ذلك فإننا نستطيع أن نفكر إننا لا نستجيب إلى أي مثير كما تفعل الحيوانات والطيور، أليس كذلك؟ ولكن الاستجابة إلى المنبه هي في الأساس الطريقة التي تتكون بها العادة. إننا نجرب شيئا ونحبه ثم نداوم على فعله حتى يصبح عادة. عنوان رئيسي باسم عادة تقدير الذات. نبدأ ونقول تكتسب العادات الذهنية بنفس الطريقة التي تكتسب بها العادات الجسدية. تقوم آراؤنا عن أنفسنا على مجموعة من التجارب السلبية والإيجابية التي تراكمت عبر السنين. عندما تجرب شيئا فلا ينجح كما خططنا له، فإننا نميل إلى تذكر التجربة. عندما يرفض الآخرون فكرة نعرضها من البداية على سبيل المثال، فسوف نشعر بعدم الاطمئنان في المرة القادمة. عندما نفشل في عرض أفكارنا بصورة مستمرة دون أن نراجعها بغية تصويب ما بها من أخطاء، نفترض أننا عاجزون عن تطوير أفكار عملية، فنتوقف عن المحاولة في النهاية. إن القدرة على تقييم الأفكار والأفعال بموضوعية وتعديل السلوك وفقا لذلك تعد مسألة حيوية للحفاظ على تقدير الذات. عندما يشكك الآخرون في فكرتنا، فإن ردنا الطبيعي هو أن ندافع عنها. إذا أصبحنا مدافعين أكثر من اللازم، فربما نصرف عن الآخرين الذين قد يسهمون كثيرا في تطبيق الفكرة، وربما نغفل التعديل اللازم الذي يجعل من الفكرة الجيدة فكرة عظيمة. لا يعني النقد البناء بالضرورة هجوما شخصيا، أقبله إذا كما هو ووظفه لصالحك. اقبله إذا كما هو ووظفه لصالحك في العمل. توجد بالطبع أنماط معينة من الشخصيات التي تسعد كثيرا عندما تضعف من ثقة الآخرين وتقلل من حجم إسهام أي فرد سواهم، وهؤلاء الأفراد عادة ما يميزون بسهولة لما بهم من عيوب، وعادة ما يهملهم من بأيديهم تسيير الأمور. تعامل معهم إذن عند الضرورة وتجاهلهم إذا استطعت، ولا تجعلهم ينالون منك أبدا. عنوان باسم إدارة التوقع. يفهم جيدا معظم خبراء الخدمات المتخصصة مثل المحاسبين
والمحامين وخبراء الإدارة أهمية إدارة توقعات العملاء لضمان نجاح المشروع بأكمله. إذا توقع العميل شيئا ثم قدم له شيء آخر فإن العمل فاشل بغض النظر عن جودته وعن الجهد الذي بذل في إتمام المهمة. لتجنب مواقف سوء الفهم تلك والمشكلات المادية التي تنتج عنها، يوضح المحترفون ما سيقدم للعميل وما لن يقدم له من البداية، كما يوضحون أمورا أخرى مثل نطاق الالتزامات وفترات التوقف المؤقتة والمواعيد النهائية وخطوات عملية المراجعة والمصروفات والمنتج النهائي، سواء كان تقريرا أم خطة أم خطوات أخرى أو ما إلى هذا، وذلك في عقد الاتفاق. وفي هذا الأسلوب درس لنا جميعا، فنحن جميعا أفراد محددون لنا قدرات ومعرفة وخبرة ومشاعر وعواطف وقيم محددة وتوقعات عن أنفسنا وعن الآخرين. عندما تكون غير واقعي في توقعاتك لأدائك، فإنك تعرض نفسك للفشل، وقد تكون النتائج أكثر تدميرا لتقديرك لذاتك. يساعد الاختبار الموجز التالي في تحديد ما إذا كنت واقعيا في توقعاتك عن نفسك. ضع دائرة حول الحرف الذي يشير إلى الإجابة التي تناسبك تماما. أجب عن كل سؤال وعبارة بصدق، وستجد الإجابات النموذجية في نهاية الاختبار. نبدأ الاختبار ونقول: هل تحاول بجد شديد، أو أن محاولتك غير كافية؟ 1. كم مرة بلغت فيها توقعاتك؟ ألف من حين لآخر، ب كثيرا، جيم دائما، دال مطلقا. 2. ما حجم الدور الذي يلعبه مركزك في الأسرة في وضع توقعاتك عن نفسك؟ ألف لا يوجد تأثير، ب تأثير متواضع، جيم تأثير رئيسي. 3. ما رد فعلك اتجاه هذه العبارة؟ أهم محدد للنجاح أن تكون في المكان المناسب في الوقت المناسب. ألف أوافق، باء أوافق بشدة، جيم لا أوافق، دال لا أوافق بشدة. 4. ما رد فعلك اتجاه هذه العبارة؟ الإصرار يحطم الصعاب. ألف أوافق، باء أوافق بشدة، جيم لا أوافق، دال لا أوافق بشدة. 5. في معظم المواقف أو المشكلات يوجد عادة ألف إجابة أو طريقة واحدة فقط صحيحة، باء حلول عديدة يمكن أن تقبل أي واحد منهم، جيم لا توجد إجابة بعينها، فقط تصورات عن الإجابات الصحيحة أو الخطأ. 6. ماذا يمكن أن تفعله عندما تواجه قراراً أو مشكلة رئيسية؟ ألف أؤجل اتخاذ قرار بقدر الإمكان، باء أتمنى أن تصل المشكلة لحل من تلقاء نفسها، جيم أتخذ الخطوات اللائقة بسرعة، دال أتخذ خطوات غير لائقة بسرعة. 7. عندما يهنئك رئيسك على عمل جيد قمت به، فبماذا تشعر؟ ألف أنك تستحق التقدير، باء أنك كنت محظوظا هذه المرة، جيم الامتنان في البداية ثم الشك. 8. كيف تفضل القيام بالعمل؟ ألف بمفردك، باء مع فريق، جيم بمفردك ولكنك تراجع عملك مع الآخرين بشكل دوري. 9. كم
تطلب مساعدة من الآخرين في العمل أو البيت أو في حياتك الشخصية؟ ألف بين الحين والآخر، باء كثيرا، جيم مطلقا تقريبا، دال مطلقا. 10. كيف تنظر في أغلب الأحيان إلى حياتك؟ ألف أتحكم تماما في حياتي، سوف تكون كما أريد. باء أتحكم إلى حد ما في حياتي، ولكنها تتأثر غالبا بعوامل خارجة عن إرادتي. جيم يتحكم الناس والأحداث دائما في حياتي لدرجة أنني لا يد لي فيها. كيف تحسب درجاتك؟ 1. إذا اخترت باء فأنت واقعي جدا في التعامل مع قدراتك إذا كنت تصادف توقعاتك دائما، فلعلك تبالغ قليلا. أما إذا كنت تصادفها بين الحين والآخر أو لا تصادفها أبدا فأنت تقسو على نفسك. 2. الاختيار باء هو الأنسب. إننا نتأثر جميعا بدرجة معينة مثل الطفل الأول أو الطفل الوحيد أو الطفل الأوسط المتمرد أو الطفل الأصغر الوديع وهكذا، ولكن التأثير متواضع عادة. اعترف بالتأثير الأسري وعدل موقفك لكي تعوض أي سلبيات. 3. تشير الإجابتان ألف أو جيم إلى أنك عملي أكثر في تحملك المسؤولية عن حياتك. تشير الاستجابة الأقوى للعبارة إلى أنك تؤكد تأكيدا غير مناسب على القضاء والقدر. تشير باء إلى أنك ربما لا تحاول بشكل كاف، بينما تشير دال إلى أنك تعتقد بشكل غير واقعي أنك تستطيع أن تتغلب على أي عقبة. 4. تفضل الإجابتان ألف أو جيم. إذا اخترت باء فيحتمل أن تكون من دعاة الكمال، أما إذا اخترت دال فيحتمل أن تكون من الرواقيين، ويشير كليهما إلى أنك ربما تكون غير واقعي في توقعاتك عن نفسك. 5. الإجابة باء هي الاختيار المفضل في عالمنا الغامض. إذا اخترت ألف فأنت تميل إلى طلب الكمال، أما جيم فتشير إلى أنك تعتقد أنك تسيطر بشكل ضئيل أو لا تسيطر على النتائج ولا تتحمل مسؤولية مصيرك. 6. إذا اخترت جيم فأنت شخص حاسم وتركز على الفعل، أما الإجابتان ألف أو باء فإنهما إشارتان تحذيريتان، فربما تماطل لتتجنب المفاضلة بين خيارات صعبة، وتشير دال إلى أنك تبالغ في توقعاتك عن نفسك. 7. تشير ألف أن لديك موقفا صحيا من إنجازاتك. إذا اخترت باء فإنك على الأرجح قادر على القيام بالمزيد، وتشير جيم إلى أنك تميل لأن تكون منجزا فوق العادة. 8. إذا اخترت جيم فأنت شخص واثق من نفسك، تستطيع أن تعمل مع الآخرين، ولكنك تستطيع دائما أن تعمل بمفردك. تحذر الإجابة ألف من أنك تحاول أكثر من اللازم. تشير باء إلى أنك تكره أن تتحمل المسؤولية وربما لا تحاول بشكل كاف. 9. يحتاج كل إنسان إلى المساعدة أحيانا، المهم ألا تبالغ في ذلك. الاختيار ألف إذن هي الإجابة الأنسب. إذا اخترت باء فربما أنك تعتمد على الآخرين بشكل مبالغ فيه. تشير الإجابتان جيم ودال إلى أنك تميل إلى طلب الكمال. 10. الإجابة باء هي الأكثر واقعية. ربما يفترض الشخص كثير الإنجازات بشكل خاطئ أنه لا شيء مستحيل ويختار ألف، بينما يتجه الشخص قليل الإنجازات إلى الإجابة جيم. يهدف هذا الاختبار إلى مساعدتك في تحديد ما إذا كانت
توقعاتك عن نفسك معقولة. إذا كانت طموحاتك بعيدة المنال فسوف يخيب أملك عندما تفشل، وإذا كنت تنتظر القليل من نفسك فسوف يهتز تقديرك لذاتك، لأنك تعلم أنك يمكن أن تقوم بما هو أفضل. إن الصورة الصحية عن الذات هي تلك التي تدرك فيها نقاط قوتك وضعفك، فتستغل نقاط قوتك وتجبر نقاط ضعفك. من المهم أيضا أن تبذل جهدا بين الحين والآخر، وإذا كانت توقعاتك واقعية في أغلب الأوقات وكنت تحقق بانتظام ما أردته فاسعى إلى تحقيق نجاح أكبر قليلا من حين إلى آخر. وإذا تعرضت لتحدي خاص وإشارات التحاليل إلى أن أمامك فرصة جيدة للنجاح فاقبل التحدي، سوف يمنحك ذلك الفرصة للنمو وسوف تجعلك التجربة نفسها أقوى مما كنت عليه. عنوان رئيسي: أنت معقول وهم معقولون، ولكنني يجب أن أكون متميزا. إذا أشارت إجاباتك في الاختبار السابق إلى أنك تميل إلى طلب الكمال فربما يقتضي ذلك أن تحذر. إن الكمال علامة تحذرك من أن لديك توقعات كبيرة وغير واقعية عن نفسك وعن الآخرين، كما أنك في طريقك لتجعل نفسك بائسا مدى الحياة، لأن الكمال لا يمكن الوصول إليه أبدا. إن السعي للتميز سمة محببة، أما السعي إلى الكمال فهو مطلب لا جدوى منه. عنوان: من الصعب أن تكون مثاليا في عالم غير مثالي. قم بتحليل دوافعك. لماذا تشعر بأنك مضطر لأن تكون مثاليا في كل شيء تقوم به؟ هل تنبع دوافعك من داخلك أو أنها مجرد استجابة لتوقعات الآخرين؟ إذا كنت تحاول أن تكون مثاليا لوجود شخص آخر يتوقع منك أن تكون هكذا، فقد آن الأوان كي تمسك بزمام حياتك. إذا كانت دوافعك نحو الكمال داخلية فربما يكون هذا قناعا يخفي شعورك بعدم الأمان، لأنك تشعر بأنك غير كفء فأنت تفرط في التعويض عن ذلك. قم ببناء ثقتك بنفسك بوضع أهداف واقعية. اختر أهم شيء أو شيئين بالنسبة لك وركز عليهما. عدل أولوياتك كي توفر الوقت اللازم لأداء المهمة على نحو مناسب. تعرف على الفرق بين التميز والكمال. لا تسرف في انتقاد أدائك عندما لا يرقى لمستوى الكمال. مارس لعبة ماذا لو عن سيناريو أسوأ حالة، وانظر إن كنت تستطيع أن تتعايش مع النتائج. دعنا نفترض أنك تأخرت عن موعد هام، فستسيطر عليك حالة من الشد البالغ وتفقد بسرعة إحساسك بالتوازن. اسأل نفسك ماذا سيحدث إذا تأخرت. سوف يغضب العميل، ربما لا أحصل على الطلبية. إذا لم أحصل على الطلبية ربما لا أحقق هدفي البيعي. إذا لم أحقق هدفي فسأفقد وظيفتي. يحتم المنطق إذن أنك إذا تأخرت فستفصل من العمل. إن هذا في غاية السخف بالطبع. إذا تأخرت عن موعد هام يمكن أن تشرح الموقف وسيتفهم عميلك ذلك. تحدث هذه الأشياء لكل شخص بين الحين والآخر، وحتى وإن كان هذا العميل غير عاقل، وحتى إن خسرت الطلبية فهذه ليست نهاية العالم. يوجد عملاء آخرون مرتقبون، وسوف تكون لديك فرصة أخرى كبيرة لتحقيق هدفك البيعي. تعلم أن تفرق بين مسببات القلق والمخاوف غير المنطقية. عنوان: صعوبات التغير. إن الاختلاف الأساسي بين الإنسان والحيوان هو أننا فقط نستطيع أن نقرر ما سنكون عليه. إن الغريزة لا تحكمنا، تسمح لنا القدرة على التفكير والتعقل بأن نختار لأنفسنا ما نتمنى أن نحققه في الحياة وكيف نحب أن نعيش. لا يمتلك أي مخلوق آخر على وجه الأرض هذا الخيار.
عندما نواجه مثل هذه القرارات نتجاهلها غالبا على أمل أن الأشياء ستتحسن من تلقاء نفسها أو نيأس سريعا عندما لا يحدث التغيير المطلوب بسرعة وبسهولة كافية. استفد من القسم التالي إذا لتقوم بتحليل دوافعك لتغيير نفسك، ولماذا لا تسير الأمور أحيانا كما تشتهي؟ لماذا لا أنجح عندما أريد أن أتغير؟ 1. ما الذي أحاول أن أغيره في نفسي؟ كن محددا بقدر الإمكان. على سبيل المثال، أريد التغلب على عادة المماطلة. 2. هل كنت واقعيا فعلا في توقعاتي عن تغيير عاداتي، أو كنت أحاول أن أقوم بالكثير جدا في وقت واحد؟ 3. هل أتقبل التغيير بسهولة عموما، أو أنه من الصعب دائما أن أتصرف بشكل مختلف؟ 4. هل أريد بصدق أن أتغير لنفسي، أو أنني أستجيب إلى شخص آخر أو لموقف ما؟ 5. هل أعلن خططي للتغيير على الجميع وأشعر بالإحراج عندما أفشل، أو أنني أحتفظ بها لنفسي؟ ومن ثم لا يعرف أحد شيئا إذا لم أحقق هدفي. 6. هل أكون علاقات أو صداقات جديدة بسهولة، أو أنها تعد مشكلة بالنسبة لي؟ 7. هل أواجه متاعب في تغيير مساري الوظيفي؟ على سبيل المثال، قبول مهام جديدة صعبة أو تغيير الوظائف. 8. هل ينظر إلي الآخرون على إني شخص مرن؟ ولماذا؟ 9. هل أعد نفسي شخصا مرنا؟ ولماذا؟ 10. هل أقبل التحديات الجديدة بحماس أو بخوف؟ ولماذا؟ تساعدك هذه الأسئلة على تقييم مدى استعدادك للتغيير. استخدمها بوصفها دليلا تتعرف من خلاله على نفسك، ولماذا لم تكن ناجحا كما أحببت في محاولات التغيير السابقة. تأكد من أنك تعرف معدل مقاومة التغيير لديك. عندما تضع أهدافك وخططك في الفصول التالية، إن القيام بتغيير ذاتي رئيسي يعد مهمة صعبة وطويلة. إنها مهمة أشبه بالاضطرار إلى الاتهام في الكامل. يمكن أن تقوم بذلك فقط إذا أخذت قطعة صغيرة من الفيل خلال فترة زمنية طويلة جدا. عنوان: أمال واقعية. تتحقق الحياة السعيدة المثمرة والمرضية عن طريق أمر واحد فقط: أنفسنا. يمكن أن تؤثر البيئة الخارجية على اتجاهاتنا ومشاعرنا، ولكننا نحدد وحدنا في النهاية كيف نتجاوب مع تلك المؤثرات الخارجية. وحيث إن كل إنسان يختلف عن الآخر في الأذواق والحاجات والرغبات والمتطلبات، فربما تكون السعادة مثل الجمال في عين الناظر. يحتاج كل منا أشياء مختلفة. عندما نكبر وننضج نتغير، ومن ثم تتغير الأشياء التي تجلب لنا السعادة. ماركوس أوروليوس يقول: انظر جيدا إلى نفسك، فيها مصدر للقوة لا ينضب أبدا ما دمت تلجأ إليه. مع ذلك، هناك يقين واحد محدد لكل منا، إن السعادة أكثر من مجرد نقيض للتعاسة. في تقرير مجلة شاتلين في ديسمبر 1990، كتبت كافي أوليوت تقريرا عن أستاذ علم النفس الدكتور مايكل فوردايس بكلية أديسون كوميونيتي في مدينة فورت مايرز بفلوريدا. يقول: ولقد وجد هذا العالم أن معظمنا يمر بحالات مزاجية سعيدة وقتية، ولكن الشخص السعيد حقا
هو على حد قوله من يستطيع أن يعيش حياته بشعور من الرضا والإشباع العاطفي والإحساس الكامل بالرضا. أشار فوردايس أيضا إلى أن تجنب الأشياء التي تجعلك غير سعيد لا يجعلك سعيد بل يجعلك محايدا. إن السعادة حالة إيجابية نشطة، ولكنها ليست حالة سلبية تقبل فيها السعادة وكأنها هبة. يحتاج الشعور بتحقيق الذات والسعادة الذي يأتي من تحقيق هدف هام أو التغلب على عقبة صعبة إلى مشاركتك الفعالة. يوجد قدر كبير من الحقيقة في العبارة القديمة التي تقول إن الأفراد المرتبطين بأعمال كثيرة نراهم سعداء، ويقول فوردايس إن الأفراد التعساء يبددون الكثير من الوقت في الخمول، بينما يظل الأفراد السعداء مشغولين ويحرصون على وضع مهام يستمتعون بها في جدولهم اليومي. لا تخضع العواطف دائما للعقل، ولكنها تتوقف دائما على التصرفات. إن إنهاء الأعمال التي نتجنبها أو ممارسة الرياضة والقيام بأي نشاط يجعلنا نشعر بأننا ذو فائدة ومنتجون يجعلنا نشعر بسعادة أكبر. إن السعادة تحتاج حقا إلى التخلي عن أشياء معينة. نادرا ما نستطيع عمل كل شيء نتمناه. إننا لا نملك الوقت أو الجهد لنقوم بكل شيء نحبه في حياتنا. إن الوظيفة التي تحتاج ساعات طويلة والعمل في نهايات الأسبوع تستنفذ الوقت الذي نقضيه مع الأصدقاء والأسرة، وتترك قدرا لا يذكر نقضيه في المتعة الشخصية. استخدم الاختبار التالي لتحدد الأشياء التي تحتاجها بشدة في حياتك وماذا تتوقع أن تحققه بواقعية، ثم حدد ما يجب أن تقوم به بشكل مختلف لكي تتماشى مع رغباتك وتوقعاتك. ما الذي أنتظره من الحياة بالفعل؟ ما الذي أريده بشدة من عملي؟ ما الذي أتوقعه؟ ما الذي لابد أن أقوم به بشكل مختلف لكي أقرب بين رغباتي وتوقعاتي؟ ما الذي أريده بشدة من وظيفتي الحالية؟ ما الذي أتوقعه؟ ما الذي لابد أن أقوم به بشكل مختلف لكي أقرب بين رغباتي وتوقعاتي؟ ما الذي أريده في أي علاقة مثالية؟ ما الذي أتوقعه؟ ما الذي يجب أن أفعله بشكل مختلف لأقرب بين رغباتي وتوقعاتي؟ ما الذي أريد من علاقاتي الحالية؟ ما الذي أتوقعه؟ ما الذي يجب أن أفعله بشكل مختلف لأقرب بين رغباتي وتوقعاتي؟ ما الذي أريد بشدة من أسرتي؟ ما الذي أتوقعه؟ ماذا يجب أن أفعله بشكل مختلف لأقرب بين رغباتي وتوقعاتي؟ ما الذي أريد بشدة من حياتي الاجتماعية؟ ما الذي أتوقعه؟ ما الذي يجب أن أفعله بشكل مختلف لأقرب بين رغباتي وتوقعاتي؟ ما الذي قد أحب أيضا أن أغيره في حياتي؟ ما الذي أتوقعه بخصوص ذلك؟ ماذا يجب أن أفعله بشكل مختلف لأقرب بين رغباتي وتوقعاتي؟ لقد تعرفت الآن على بدايات خطة التغيير. إذا أجبت على كل هذه الأسئلة بأمانة، فقد قمت بالخطوة الأولى لوضع خطة واقعية يمكن تحقيقها في حياتك. تشتمل الفصول القادمة على الأدوات اللازمة التي تساعدك في ترتيب أهدافك بحسب أولوياتك وتحديد أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتضع خطتك حيز التنفيذ. عنوان تقليل المخاطرات. يقول سامويل جونسون: لن يصبح أحد عظيما أبدا بتقليد غيره. هذه المقولة هو قائلها. نبدأ ونقول كان هذا موضوعا لإحدى روايات المغامرات. كان الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون ومساعده السويدي
بيير ليند ستراند، أول من عبر المحيط الأطلنطي في منطاد بالهواء الساخن. كان المنطاد كبيرا مصمما بشكل خاص، وكان قد سافر نحو 3,075 ميلا من ماين إلى البحر الأيرلندي، أي أبعد قليلا مما كان يخططان له. ولكن بلا ضرر فعلي لقد صارت هذه الرحلة بصورة مثالية، وفجأة تغير الحال. فبينما كان يقتربان من أيرلندا دفعتهما الرياح بشدة إلى أعلى حتى انطفأت نيران المنطاد فوق البحر الأيرلندي. وحسب تقديرهم للموقف فلم يكن أمامهم فرصة واحدة للنجاة إلا من خلال استخدام الباراشوت ثم انتظار النجدة. قفز ليند ستراند من المنطاد تاركا ريتشارد برانسون وحده، وكان برانسون قد تعلم الطيران بالمنطاد منذ شهرين فقط. في لقاء معه في مكتب شركة فيرجين للطيران بمدينة نيويورك استرجع برانسون مشاعره قائلا: لم أكن أسيطر بالفعل على نفسي، قالها بالطريقة البريطانية المميزة، إن وجودي داخل كبسولة مصممة لتكييف الضغط بشكل خاص جعلني أشك أنني قد ارتديت الباراشوت كما يجب. كنت أفكر بينما أنظر إلى السحاب من تحت